المباراة القادمة لفريق اتحاد العاصمة أمام فريق شباب بلوزداد في الجولة الخامسة من الدوري الجزائري لكي تشاهد معنا المباراة ما علي فضل الضغط زر اللايك يقول يشرب القناة ملعب المصطفى للمباراة ملعب أصطاد 5 جويلي 1962 في تم الساعة السابعة مساء بتوقيت الجزائر تونس والمغرب والساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة بيكون من توقيت السعودية وقطر وإمارات سوف تنقل المباراة عبر قناة الجزائرية السادسة وسوف تلعب يوم 18 2024 نتمنى لكم فرجة ممتعة لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس على الكل لكي توصل دائما وتفاصيل المباريات القوية والمقبرة ونضرب لكم موعد في موعد قادم